نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، نيافة الحبر الجليل مطراننا المحبوب الأنبا بولا، نيافة الأسقف الحبيب الأنبا سيدروس، الآباء الرهبان والآباء الكهنة، الأخوة الحضور، الحفل الكريم. يجيء احتفالنا اليوم بالعام 70 لرهبنة قداسة المتنيح بابانا المحبوب الأنبا شنود الثالث، ولحسن الحظ والطالع أنه يصادف لذكرى ميلاده 3 أغسطس. فالوقت لا يسعنا أن نتحدث عن شمائل وفضائل قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث. نعم، يعجز اللسان ويقل البيان عن أن يعبر عن مشاعر الحب والعرفان لهذا البطرك العظيم، محب ومحبوب منذ أن كان طفلا مقمطا، وكان نظير جيد الخادم الأمين والراهب أنطونيوس السورياني والأنبا شنودة أسقف التعليم. فهو نعم المعلم الموسوعي والكاتب القدير والشاعر الذي يفيض شعره بكل المشاعر، مشاعر الحب، والمؤلف القدير. نعم، هو الذي علمنا أن مصر ليست وطن نعيش فيه فحسب، ولكنها وبالأولى والأصل أنه وطن يعيش فينا. أحب الجميع فأحبه الكل، وسمي بباب العرب. كان راهبا ناسكا، وكان متوحدا أشبه برهبان القرن الرابع الميلادي. وعندما نتكلم عن عيد رهبنة قداسته نتكلم عن إحياء الحياة الرهبانية والحياة الديرية والثراء الروحي. كان ممتلئاً بروح الأبوة الحقيقية، وكان عظيماً في تواضعه، تراه التواضع الذي يمشي على الأرض، لسانه لسان العطر وفمه فم الذهب. كان موهوباً مهيباً معلماً أباً راعياً. ولكن إذا تذكرنا انتقاله في هذا من هذا العالم في 17 مارس فنقول بمفهومنا أنه كان خسارة لنا وللأرض، وحزننا على فراقه. وأراني أتذكر قلت يومها مع الشاعر: مررت بالمروءة وهي تبكي فقلت علاما تنتحب الفتاة، فقالت وكيف لا أبكي وكل الأحبة والآباء الطيبين بموت البابا شنود ماتوا. لكننا نقول أن قداسته لم يمت، بل ربحته السماء شفيعاً لنا. نعيش كتاباته وعظاته، فلسان حالنا لا نعترض بماذا أو كيف. فما أبعد الله أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأنه منه وبه وله كل الأشياء. فلقد كان قداسة البابا شنود الثالث نجماً ساطعاً في سماء الكنيسة والوطن، راعياً عظيماً عشق مصر فعشقته وذابت فيه، إذ امتلأ قلبه بحب الجميع فأحبه الكل. فهو الذي علمنا، وسنظل دائماً نتعلم منه كل خير. سدنا العروبة لقدس شريف فأحبه كل العرب. نعم، في شخص قداسة البابا، نعم في شخص قداسة البابا شنود الثالث اجتمعت أعمال وصفات
بل وصفات القديسين الكبار وعمالقة البطاركة. فكنا نرى في شخص قداسته الأنبا توماس السائح والأنبا شنود رئيس المتوحدين والأنبا مكاريوس الكبير، كان قوي في إيمانه كإيليا النبي، شديد البأس كيوحنا المعمدان الذي آثر أن يكون بلا رأس في أن يكون بلا ضمير. نعم، كان كنياك الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان في حفظه لقانونه الرهباني، كان كالأنبا بولا أول السواح في نزكه وزهده، كان الأنبا أثناسيوس الرسول في قوة حجته وسلامة منطقه وبلاغة حديثه، كان كبولس الرسول في كرازته وتعاليمه، كان كالبابا ديسقورس في احتماله للمشقات والمضايقات، كان كالبابا كيرلس عمود الدين في وضع القواعد الإيمانية السليمة، كان كالبابا كيرلس السادس في صلاته وعظيم معجزاته، كان كالأنبا إبراهام أسقف الفيوم المتنيح في كرمه وعطائه وملاك القول وخلاصته. أن قداسة البابا شنود الثالث ينطبق فيه قول السيد المسيح: كل من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فقداسته عمل وعلم وأكمل كل سعيه، ولسان حاله يقول كما قال سيده المسيح له المجد: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. فقداسته كأكمل المحاضرات والمقالات الروحية والشروحات والتفسيرات الكتابية والرد على الأسئلة والرسومات والتدشينات وتعمير الأديرة وإنشاء الإكليريكيات. فقد استطاع قداسته أن يعيد للجيل الحاضر والأجيال الخادمة طريق الحق والاستقامة وطريق التعليم والاستنارة. فالآلام التي قاساها والشدائد التي تعرض لها يعجز اللسان عن حصرها ويجف المداد عن تحبيرها، فهو بحق اجتاز معصرة الألم. وكما قال إشعياء النبي أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. وختاماً، فذكراك يا قداسة البابا شنود الثالث ستظل دائما في قلوبنا وعقولنا وخواطرنا محفورة. لا نملك إلا أن نقول: صمت يا رب، لا أفتح فمي لأنك حكمت. فنعما لك مع سيدك وسيدنا المسيح له المجد، فذاك أفضل جدا. اذكرنا في صلواتك سلاماً ووداعاً يا سيدنا الحبيب المحب المحبوب، إلى أن نلقاك، وشكراً لحضراتكم.